أسعد الله مساءكم ومساءنا جميعا. اليوم هو يوم 21 كانون الثاني يناير، أي بالضبط يعني سنة على وجود إدارة بايدن في البيت الأبيض وفي حكم الولايات المتحدة، وعمليا في تسيير أمور كثيرة لها علاقة في أزمات المنطقة العربية وقضايا دولية أخرى. لكن هذه السنة كانت فيها أيضا تعهدات و ما يسمى أجندة لهذه الإدارة، جرى التعبير عنها من خلال تصريحات قالها بايدن حينما كان يعني بحالة الترشيح للرئاسة الأمريكية، ثم أيضا جرى محاولة تكريسها في إطار مجموعة من المشاريع التي وضعت في الكونغرس، وأيضا إضافة إلى سياسات على المستوى الخارجي كانت وما زال بعضها يمارس، له علاقة في مفاوضات مع إيران، له علاقة في أزمات في المنطقة العربية، له علاقة في الصين، في روسيا. هذه القضايا الدولية العديدة في مجالات مختلفة كانت جزء من هذه الأجندة. الآن نحن عام بعد وجود هذه الإدارة في البيت الأبيض، والسؤال المهم طبعا يعني أنه ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق من هذه الأجندة لإدارة بايدن؟ أين نجحت أين فشلت في المجالين الداخلي والخارجي؟ طبعا بمعيار هذه الأجندة، يعني الآن الحديث في هذه الندوة سيكون يعني محاسبة لهذه الإدارة على ضوء هي ما أعلنته، على ضوء الأجندة الخاصة ببايدن إن كان في فترة الترشح أو حينما استلم الحكم في البيت الأبيض. ويعني هذه يعني القضايا التي تعهد بتنفيذها أين أصبحت الآن؟ ولماذا تعثرت أو ماذا يمكن أن يتم البناء عليه لهذا العام الجديد، خاصة في مجال السياسة الخارجية، وما نأمل أن تقوم به هذه الإدارة في مجال السياسة الخارجية يعني مقارنة مع ما شاهدناه من مصائب، وليس فقط من أجندة في ظل إدارة ترامب، لأن نحن أمام إدارة مختلفة إلى حد كبير. لكن إلى أي مدى تستطيع هذه الإدارة أن تنفذ ما جاء في أجندتها وفي تعهداتها بعد نموذج هذا العام الذي مضى؟ معنا في هذه الندوة طبعا أشخاص مهمين جدا للحديث عن هذا الموضوع، ولهم الممارسة العملية والخبرة أيضا في التعامل مع السياسة الأمريكية لسنوات عديدة. معنا الأستاذ مسعود المعلوف، وهو سفير لبناني سابق في كندا ولكن مقيم في واشنطن منذ سنوات طويلة، وهو يتابع ويكتب عن السياسة الأمريكية بمجالاتها الداخلية والخارجية. معنا أيضا عدد من الإعلاميين العرب المعروفين لديكم جميعا، معنا الأستاذ سعيد عريقات وهو كاتب وإعلامي وأستاذ جامعي من أصول وطنية فلسطينية، معنا الأستاذ محمد سعيد الوافي وهو أيضا كاتب وإعلامي ودبلوماسي سابق من أصول مغربية من المغرب، وأيضا معنا الدكتور الأستاذ عاطف عبد الجواد وهو أيضا من الأشخاص الإعلاميين العرب المصريين المعروفين في منطقة واشنطن، وأيضا هو له أيضا مؤلفات. وهذه المجموعة من الأشخاص تتابع بشكل واسع وكبير يعني طيلة سنوات الماضي السياسة الأمريكية، ونأمل أن نستفيد مما هم جميعا في تقييم هذه السنة الأولى لإدارة بايدن. هبدأ مع الأستاذ مسعود المعلوف، بعدين الأستاذ سعيد عراقات، بعدين الأستاذ محمد سعيد الوافي، ونختم مع الأستاذ عاطف عبد الجواد، ونجعل القسم الآخر من هذه الندوة هو بشكل مناقشة عامة مع الأخوة والأخوات الآخرين المشاركين معنا في هذه الندوة. كلمة لك يا أستاذ مسعود، تفضل. شكرا، تحية لك أخ صبحي، تحية للزملاء الثلاثة الذين سيتحدثون في هذا الموضوع الهام، وتحية أيضا لجميع المشتركين. أعتقد أنا شخصيا أنها ستكون هذه الحلقة متميزة بالسعادة والعطف، لأنك اخترت مسعود وسعيدين وعاطف لنتحدث في هذا المجال، فأمل أن تكون حلقة سعيدة وكلها عطف وعاطفة. للتحدث عن إدارة بايدن، يصعب كثيرا التحدث عن إدارة بايدن بصرف النظر عن ترامب. لقد ترامب سيطر بشكل كبير على السياسة الأمريكية في الداخل وفي الخارج، لدرجة أننا كلما شئنا أن نتحدث عن أي موضوع أو أي تحرك يقوم فيه الرئيس بايدن
لا نستطيع إلا أن نقارن مع كيف كان يفعله الرئيس ترامب، الذي ما زال مع الأسف أود أن أقول بالنسبة إلي أنا شخصيا ما زال موجودا على الساحة السياسة الأمريكية. بما أننا سنكون أربعة للتحدث بموضوع لتقييم إلى حد ما سياسة بايدن في السنة الأولى، سأكون مختصرا جدا وعيني على الساعة لكي لا أتجاوز الدقائق العشر المخصصة لي. سأتحدث أولا، أبدي بعض الملاحظات العامة بسرعة عن إدارة بايدن وعنه هو شخصيا، ثم بعض الأمور والوعود التي وعدها بالنسبة إلى السياسة الداخلية، وبعد ذلك السياسة الخارجية. بالملاحظات العامة نبدأ أن نقول أن بايدن دخل البيت الأبيض، عند دخوله البيت الأبيض كان أكبر رئيس في السن وعمره 78 سنة، أي بدأ وبسن متقدمة جدا، وربما بإدارته، بحكمته إلى حد ما، بخبرته الطويلة، استعادت الولايات المتحدة بعض البعض من طريقتها السابقة في التعاطي مع دول العالم، وقد انتهت إلى حد ما المفاجآت التي كان يطلعنا بها الرئيس السابق بايدن في كل صباح عبر تغريداته. يعمل الرئيس بايدن بنشاط، بقوة، وقد أثبت على أنه بالرغم من كبر سنه وهو الآن في 79، بالرغم من ذلك فهو ما زال نشيط وقوي. أثبت ذلك منذ يومين في المساء، منذ 48 ساعة، عندما قدم أكبر وأطول مؤتمر صحفي لأي رئيس أمريكي، وكان واعيا كل الوقت ويقوم بعمله بشكل جدي. هذا بصورة عامة. بالنسبة إلى السياسة الداخلية، الوضع السياسي العام في البلد، عندما تسلم بايدن الرئاسة كانت البلاد مقسومة قسمة عمودية كبرى بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ووعد بايدن أنه سيعمل بصورة أمريكية، سيكون أمريكيا، سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين وليس لهذا الحزب أو ذاك، وحاول كثيرا أن يتقرب من الحزب الجمهوري، ووعد بأنه سيسعى جهده قدر المستطاع لإيجاد حل أدنى من التفاهم والتقارب بين الحزبين. نرى، أثبتت الأدلة منذ يومين بالذات في انتخابات التي حصلت في مجلس الشيوخ منذ يومين، أن هذه القسمة ما زالت عموديا قوية جدا، ما زال الجمهوريون يعارضون كل ما يقوم به بايدن، وكذلك معظم الديمقراطيين باستثناء جو مانشن وكيرستن سينما الذين اصطفوا بعض الشيء، أي أن بايدن لم يستطع بكلمة عبارة واحدة أن يجمع بين الحزبين ويقرب بينهما، ما زال الانقسام كبيرا. هذا بالنسبة إلى الوضع السياسي العام في البلد. بالنسبة إلى المواضيع الأخرى التي طرحها سواء في حملته الانتخابية أو في برنامج العمل الذي يود أن يقوم به، موضوع جائحة كورونا، فاز بايدن في الانتخابات الماضية وكان موضوع كورونا أحد المواضيع الأساسية في حملته الانتخابية. نذكر جيدا كيف أن الرئيس السابق ترامب لم يعر الأهمية الكبرى لهذه الجائحة، وكان يفضل عدم التحدث بها وتجاهلها خشية أن تؤثر على الاقتصاد، وبالتالي في حال تراجع الاقتصاد سيؤثر ذلك، كان يعتقد هو ويقول أنه سيؤثر على حملته الانتخابية لإعادة انتخابه مجددا، ولكن هذا الإهمال الذي أظهره جعل المرض يتفشى بصورة أكبر، وجعل الاقتصاد يتراجع بصورة أكبر، وأدى أيضا بنا من جهة ثانية إلى، كان أحد الأسباب التي أدت إلى نجاح بايدن في الرئاسة. هذا بالنسبة، ولكنه بعد أن تسلم الرئاسة جهد إلى معالجة الموضوع ووضع وشكل لجنة قوية أعطاها صلاحيات واسعة لاتخاذ بعض القرارات الأساسية في هذا الموضوع، حقق بعض التقدم وحقق نجاحا نسبيا في مجال تعميم اللقاحات،
عندما تسلم الرئاسة كما قال هو منذ يومين كان هنالك 2 مليون أمريكي تلقوا اللقاح، أما الآن هنالك 200 مليون قد تلقوا اللقاح الكامل. هذا تقدم كبير في خلال سنة واحدة، ولكن حصل بعض تأخير في تعميم الفحوصات، وقد اعترف بايدن بنفسه بذلك، وهو يحاول الآن أن يغطي على هذا النقص في الفحوصات عبر إرسال إلى البيوت، إلى جميع المساكن وإلى جميع السكان الأمريكيين هذا الرابيد تيست الذي يتمكن بموجبه المواطن من الحصول على التيست ويقوم بنفسه في منزله يقوم بالفحص. تعرضت إدارة بايدن لبعض العقبات في هذه الطريق، لأن جرثومة أوميكرون والتحول المتحور الآخر دلتا قبل أوميكرون أدى إلى تفشي كبير في هذا المرض. الآن نرى أنه بالرغم من كل الجهود التي تبذلها إدارة بايدن، نرى أن هنالك أرقام قياسية تسجل يوميا في هذا المجال، ولكن نسمع من المسؤولين ومن المسؤولين الطبيين أيضا أن هنالك تقدم كبير والموضوع في طريق التراجع، أي أن بايدن حقق في هذا المجال بعض النجاح النسبي كما حقق بعض الفشل النسبي أيضا. بالنسبة للنقطة الثالثة الاقتصاد، تسلم بايدن الإدارة وكان الاقتصاد متعثرا في البلد، والاقتصاد إلى حد بعيد الوضع الاقتصادي مرتبط بجائحة كورونا بسبب إقفال العديد من المتاجر ومراكز العمل وغير ذلك. هو قد سعى جهده وما زال يسعى جهده، ولكن الأمر على ما أعتقد أنا ليس بيده، ليس هنالك قرار رئاسي يستطيع بين ليلة وضحى أن يعيد الاقتصاد إلى الانتعاش في ظل الاستمرار بتفشي جائحة كورونا. ونضيف إلى ذلك مسألة التضخم المالي الذي بلغ ذروته، منذ 40 سنة لم تشهد الولايات المتحدة هذه النسبة من التضخم المرتفع في الأسعار وفي أسعار المنازل والبيوت والمساكن وغير ذلك. فهنا أيضا الاقتصاد ربما يقوم بجهد كبير الرئيس بايدن، ولكن النتائج على الأرض ليست واضحة جدا وليست ملموسة بالنسبة إلى تحسن الاقتصاد. التضخم أمر كبير جدا، ولكنه نجح بايدن بعض الشيء بإمرار مشروع واحد له، 1.9 تريليون دولار المساعدة التي يود أن يقدمها إلى المواطنين الأمريكيين بالنسبة لمقاومة جائحة كورونا ولتجنب الخسائر الكبيرة التي ارتكبت والتي نتجت عن تفشي هذه الجائحة بشكل كبير بإقفال الأعمال والبطالة وغير ذلك. نسبة البطالة ما زالت مرتفعة، تحسنت بعض الشيء ولكن أيضا ما زالت مرتفعة. فبالاقتصاد أيضا حقق بعض التقدم النسبي القليل جدا، ولكن وضع الاقتصاد ما زال متأخرا متراجعا، البطالة مرتفعة، التضخم مرتفع، وعلى الرئيس بايدن أن يقوم بجهود مضاعفة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، ولكن هذا لا يحصل بين ليلة وضحاها. موضوع آخر حاول بايدن بالنسبة أثناء حملته الانتخابية وبعدها في السياسة الداخلية، تحسين قانون الانتخاب، بقى بفشل كبير منذ يومين في الكونغرس بسبب الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين، وقد انفصل عن الديمقراطيين 2، ما أدى إلى عدم تمكن الديمقراطيين من إمرار هذا القانون الذي من شأنه أن يسمح لأعداد كبيرة من الأمريكيين بالتصويت. نعرف جيدا كيف أن الولايات التي فيها حكام من الحزب الجمهوري يحاولون عرقلة وصول
قسم لا بأس به من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، خاصة بالنسبة إلى أبناء العرق الأسمر وبالنسبة إلى الفقراء الذين هم بأكثريتهم مؤيدين للحزب الديمقراطي، إذ يضعون صناديق اقتراع قليلة العدد وبعيدا عن مراكز الاقتراع، ويضطر المواطن إلى الذهاب ويترك عمله ويخسر كثيرا. أمور كثيرة أخرى، يطلبون دفتر قيادة السيارة لاستعماله كبطاقة هوية، ولكن كثير من الفقراء ليس عندهم سيارة وليس عندهم بطاقة قيادة سيارة، فلا يستطيعون أن يصوتوا في حال فرض ذلك. كما أن الديمقراطيين يسعون إلى جعل يوم الانتخاب الذي هو أول يوم ثلاثاء بعد يوم الاثنين الأول من شهر تشرين الثاني دائما، لأسباب قديمة منذ الدستور بالنسبة إلى المزارعين، لأن هذا كان التاريخ المناسب. حاولوا أن يضعوا هذا التاريخ، أن يكون تاريخ يوم الانتخاب يوم عطلة للتمكين الفقراء والمساكين والعمال والفلاحين من التصويت، ولكن لم ينجح بايدن في ذلك. هنالك أيضا مواضيع أخرى مثل في السياسة الداخلية، مثل قانون الهجرة واقتناء السلاح والإجهاض، مواضيع كثيرة عديدة وعد بايدن بأنه يريد أن يعالجها، ولكن حتى الآن ما زالت كما كانت عليه أيام ترامب. هذا باختصار شديد بالنسبة إلى السياسة الداخلية. أما بالنسبة إلى السياسة الخارجية، أهم شيء نجح بايدن بأنه أعاد التحالف مع كندا التي هي حليفته، والتي كان قد أضر بعض الشيء ترامب قبله. كما قلت سابقا، لا نستطيع إلا أن نقارن مع ترامب. كان ترامب قد أضر إلى حد ما بالتحالف بين كندا وأمريكا، أعاد بايدن هذا التحالف، أعاد التحالف مع الاتحاد الأوروبي، مع حلف شمال الأطلسي الذي كان ترامب يهدد بالانسحاب منه. أعاد بايدن أيضا التحالف مع كثير من الدول، وهذا أمر جيد جدا، إذ عادت الولايات المتحدة إلى حد ما إلى وضعها قبل رئاسة ترامب بالنسبة إلى تحالفاتها الدولية وإلى العمل الدبلوماسي العادي بعيدا عن المفاجآت. عندما جاء بايدن بعد استلامه الرئاسة بأسبوعين في الرابع من شهر شباط العام الماضي، وزار مبنى وزارة الخارجية، وأعتقد أن الصديق الزميل سعيد عريقات كان موجودا آنذاك هناك، ركز في خطابه عندما كان يتحدث عن السياسة الخارجية. الموضوع الأول الذي تحدث فيه عن السياسة الخارجية هو الصين وروسيا، لما تشكلانه من تحديات للسياسة الأمريكية الخارجية. كان ترامب قد بدأ حربا تجارية كبرى مع الصين، ما زالت حتى الآن قائمة، لم يتغير شيئا. ركز بايدن على موضوع حقوق الإنسان في الصين مثل الأويغور، وعلى مواضيع أخرى وتايوان وهونغ كونغ وغير ذلك، ولكن حتى الآن لم يتغير شيئا من الولايات المتحدة بالنسبة إلى موضوع الصين، بل بالعكس نرى الصين الآن تقترب أكثر وأكثر من روسيا، يكون هنالك ربما في المستقبل المنظور تحالفا مواجها للولايات المتحدة في العالم. هذا بالنسبة إلى الصين. ولكن أخطأ أيضا، ربما قد يكون أخطأ بايدن عندما تحالف مع أستراليا لبناء غواصات أمريكية تعمل على الطاقة النووية من وراء ظهر فرنسا، ما أدى إلى خلاف قوي مع الرئيس الفرنسي. سحب بموجبه الرئيس الفرنسي سفيره من واشنطن، وانتهى الموضوع بأن اعتذر بايدن للرئيس الفرنسي ماكرون، ووعد بأن أمورا مثل ذلك لن تحصل. عادت الأمور إلى طبيعتها، ولكن بقي هنالك في عقلية الأوروبيين ستبقى دائما فكرة أن لا نستطيع ربما أن نثق 100% بالولايات المتحدة، ولا نعرف أي يوم سيقومون بعمل كهذا. بالنسبة إلى الاتفاق النووي، نتابع الموضوع جميعنا، حتى الآن لم يطرأ أي تغيير. كان ترامب أيضا، هنا نقارن مع ترامب، سحب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية التي كان بايدن عندما كان نائبا للرئيس تابعها لأيام أوباما، تابعها
وكان يدافع عنها بقوة بعد أن وقعتها الولايات المتحدة والدول الأخرى، ولكن ترامب شاء أن يسحب الولايات المتحدة بصورة مفاجئة وعفوية وغير مستندة، وفرض على إيران عقوبات شديدة إضافية. قسم من هذه العقوبات لا يمكن إزالتها إلا بقرارات من الكونغرس، وهذا أمر صعب حاليا، وهذا ما يعقد الأمور. وإيران تطلب حاليا من الولايات المتحدة أن تتعهد خطيا في حال أعيد الاتفاق النووي إلى الحياة مجددا أن لا تخرج منه، ولكن هذا لا يمكن أن يحصل بدون قرار من الكونغرس، بحيث تكون اتفاقية دولية، والكونغرس الحالي كما هو معروف لا يمكن أن يسير في هذا الخط. فالاتفاقية النووية أيضا الذي وعد بايدن بأنه سيعيد الولايات المتحدة إليها ما زال وضعها على ما كان عليه، وسنرى في الأيام القليلة القادمة بعد جولات 8 في هذا الموضوع سنرى ما سيتم. بالنسبة إلى الشرق الأوسط، حدث بلا حرج، كان بايدن أخذ كل شيء من الفلسطينيين وأعطى كل شيء للإسرائيليين، عفوا كان ترامب فعل ذلك، وأما الرئيس بايدن فإنه حاول أن يعود، أو بالأحرى يحاول أن يعود إلى حل الدولتين، يتحدث عن ذلك هو ووزير خارجيته، ولكن لا نرى أي شيء، أي عمل على الأرض. ربما لانشغاله بالاتفاقية النووية، والآن لانشغال الإدارة بموضوع أوكرانيا وغير ذلك من الأمور الدولية التي تسيطر على الإدارة الحالية، ولكن لم يتغير الكثير على الأرض. فالعاصمة ستبقى عاصمة إسرائيل التي اعترف بها ترامب وباركها، ستبقى هي حتى في المستقبل المنظور، وأيام بأيام بايدن هي عاصمة إسرائيل، لن يغير ذلك. الجولان قام شو اسمه بلينكن أعطى تصريحا غامضا جدا أنها هي تشكل نقطة دفاع ونقطة حماية لإسرائيل، لم يقل أنها أرض سورية، ولم يقل أنها ينبغي أن تعود إلى سوريا، ولم يقل أيضا أنها أرض إسرائيلية أو كما فعل ترامب في الماضي. فبقي الموضوع غامضا. التقدم الوحيد الذي أحرزته الإدارة هو أنها أعادت التمويل إلى الأونروا، وأعادت أيضا المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكن ما زالت هذه الإدارة تؤيد إسرائيل تأييدا قويا جدا. ليس هنالك من تغيير كبير باستثناء تغيير كلامي حول حل الدولتين، الذي لم نرى على الأرض أي تحرك من أجل الوصول إليه. بالنسبة إلى روسيا، في موضوع معقد جدا كما يحصل حاليا، يبدو أن بايدن أخذ مواقف لا أعرف إن كانت جيدة أو سيئة. بدأ بالإعلان بأن الحرب غير واردة، الولايات المتحدة لا تريد الذهاب إلى الحرب مع روسيا، مما طبعا شكل بعض الانتقاد من قبل حلفاء الولايات المتحدة خاصة في أوكرانيا. والنقطة الثانية، منذ يومين في مؤتمر صحفي عندما قال أن اختراقا بسيطا من قبل روسيا في داخل أوكرانيا ربما يكون أقل خطرا من الغزو الاجتياح الكامل، هذا أيضا موضوع. الموضوع الآن هو مطروح جدا، موضوع خطر جدا، في موضوع هام جدا جدا في العالم كله. واجتمع اليوم بلينكن مع لافروف، وربما سيكون اجتماع قريب للرئيسين بايدن وبوتين. لا نعرف كيف ستتطور هذه الأمور، ولكن نرى أن الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية يقابلها حشود دبلوماسية من قبل الولايات المتحدة والحلفاء. عفوا يا أستاذ مسعود، عندي بس لحظة، تفضل. هو بس بدي أتمنى عليك إنه نختمها بهالنقطة هذه إذا ممكن. خلاص ختمناها، سكتنا. لا أفغانستان، شفنا شو صار بأفغانستان، وما في لزوم نرجع نحكي عن الفشل الكبير. كان القرار صائب بالخروج من أفغانستان، إنما تنفيذ القرار على الأرض
كان كارثة كبرى. ما زال أمام بايدن بعض الوقت أمام الانتخابات القادمة التي ستجري في تشرين الثاني القادم، وربما أن يحسن وضعه، ولكن ما يجري حاليا في أوكرانيا لا يبشر بالخير لإدارة بايدن في نجاحها في الانتخابات القادمة. شكرا، وأعتذر إذا كنت أطلت الحديث. شكرا جزيلا لك يا أستاذ مسعود، وسمعنا يعني عرض شامل الحقيقة للنقطتين، للجانب الداخلي وللسياسة الخارجية لإدارة بايدن. لفت انتباه أنه كانت الساعة خلف الأستاذ مسعود، فقلت هو كمان قال أنه بده يطلع على الساعة، فأنا كنت أنا عم بطلع على الساعة اللي عنده. ساعتي على الكمبيوتر، ما عم بطلع على الساعة على الكمبيوتر، ولكن مش الساعة بعد خلفك، أنا كنت عم بنظر فيها وأقول كيف بده ينتبه للوقت الأستاذ مسعود. على كل الآن بعتذر. لا، الله يبارك فيك، شكرا. بالعكس، عملت يعني مدخل مهم جدا لكل الندوة يعني. حتمنى على الأستاذ سعيد كونه عم بيتابع وزارة الخارجية الأمريكية بشكل يومي ما يحدث فيها، أنه يعطي أكثر يعني تأكيد من حيث المضمون على موضوع السياسة الخارجية، كونه أساسا الأستاذ مسعود غطى بشكل واسع وشامل قضايا لها علاقة في الوضع الداخلي الأمريكي وإدارة بايدن في الحالة الداخلية. تفضل يا أستاذ سعيد. شكرا أخي صبحي، شكرا لك وكل الزميلات والزملاء الذين يشاركون في هذه الحلقة. بالفعل السفير مسعود غطى الكثير داخليا وخارجيا. أنا أعتقد لو كان بايدن طالبا لربما أعطيته سي ماينس في أدائه خلال العام الماضي على كافة المستويات، علما بأن الرئيس ينتخب لمدة 4 سنوات وليس لسنة واحدة فقط حتى يقيم بهذا الشكل. لكن حقيقة أنه على الأقل من وجهة النظر الأمريكية، من وجهة نظر الشعب الأمريكي، هو يفشل. يعني آخر استطلاعات الرأي التي صدرت اليوم عن Associated Press وعن مركز الأبحاث العالمية تظهر أنه يحصل على 42 نقطة من التأييد و56 نقطة من عدم الرضا عن أدائه، فهو في موقع صعب. فإذا يعني بداية تحدث سعادة السفير عن أدائه في المؤتمر الصحفي، وبالفعل تمكن من أن يكون متماسكا لمدة ساعة و53 دقيقة، وهذا أمر جيد، لكن حقيقة هذا يجب أن يكون أقل ما يتوقعه المواطنين الأمريكيين من رئيسهم، أن يكون متماسك صحيا وعقليا في إجابة الأسئلة التي تطرح عليه والتي تهم كل واحد فيهم. بشكل سريع جدا، الوضع الاقتصادي صعب جدا، الوضع الاقتصادي ليس بالشكل الجيد الذي كان يؤمل له. يعني نعم البطالة وصلت إلى حد متدني 3.5%، لكن التضخم هو الأعلى في تاريخ حياتي وجودي هنا في الولايات المتحدة، هو الأكثر عبر الـ 45 سنة الماضية على الأقل، وبالتالي هذا يمس المواطن الأمريكي بشكل مباشر. فشلوا في قضية تمرير قانون الحق الانتخابي وهو أقل ما يمكن، هذه ضربة كبيرة جدا للقاعدة الأمريكية السوداء التي انتخبت ووضعته في البيت الأبيض. حقيقة لو لم يكن لكلايبرن على سبيل المثال الكونغرسمان من كارولينا الجنوبية وهذا الزخم الذي أعطاه إياه أثناء الحملة الانتخابية التمهيدية لما كان وصل إلى البيت الأبيض، فهي ضربة. والسبب في ذلك أخي صبحي هو أنه إذا كان هناك صفة لبايدن هي صفة التردد، بايدن تردد في كل شيء ولهذا فشل. يعني مثلا لنأخذ الاتفاق النووي الإيراني، لو عاد إلى هذا الاتفاق منذ بداية وصوله منذ أن وصل إلى البيت الأبيض لكان ما واجه هذه الإشكالات ولا آخر، الانتظار حتى تغير الرئيس الإيراني وكل هذه الأمور التي عرقلت وعدم القدرة للمضي قدما. كذلك لو منذ اللحظة الأولى تمكن من جمع الديمقراطيين ووضعهم في موقع وقال لهم نحن الآن لدينا
الاغلبيه 50-50 بالسنه، وعندنا 221 مقابل 212 في الهاوس، يضعهم ويفرض عليهم هو الرئيس، ولديه قوه كبيره جدا. يجب ان لا يكون هناك حاله شاذه مثل جو مانشن من ويست فرجينيا او كريستين سينما من اريزونا، الذين شو يعني شو فائدتهم في الحزب الديمقراطي. فاذا هذه الامور تردد في الدفع بها، وذلك لان هذه طبيعته، هو طبيعته انه مساوم، وحقيقة هو وصل إلى البيت الأبيض قائلا أنا أساوم، أنا أحب المساوم بمعنى التعامل مع الطرفين ووصول إلى حل وسط، لكن إذا لم تكن حاسما وجدنا أنه تراجع. يعني هذه ضربة كبيرة جدا، أنه يوم المؤتمر الصحفي بعد ذلك بساعتين أخذ التصويت وفشل فشلا ذريعا وخيب أمله. يعني هناك عدم قدرة على اتخاذ القرار الحاسم والتردد، وهذه هي سمته في تقديري. ما سمعناه من أظهر قوة وأظهر أنه أولا يرفض الانتقادات ولكن كان قويا في المؤتمر الصحفي، قد يكون ذلك ربما خطوة تضع على الأقل شخصية مختلفة إلى حد ما عن العام الماضي. بالنسبة للسياسة الخارجية، بس نقطة وحيدة بالنسبة للاقتصاد أخي صبحي وكل الزميلات والزملاء، لاحظ فشل فشلا ذريعا بحل مشكلة الهجرة. الولايات المتحدة تعتمد على 10% في إنتاجها على المهاجرين، لكن فشل هذه الإدارة في التعامل مع هذا الوضع وضع البلاد في هذا الموقع. لاحظ كل ما يجري، قضية السبلاي تشين، قضية الإمدادات وإلى آخره، عدم الإنتاج، غياب الإنتاج. إذا بتذهب إذا 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 بتروح على السوبر ماركت بتشوف إنها الرفوف فاضية تقريبا، إذا بتروح تجيب سيارة جديدة تجد أنه عليك أن توقع على لائحة انتظار وإلى آخره. والسبب في ذلك هو غياب الأيدي العاملة. الولايات المتحدة تفتقر إلى أيدي عاملة، والحل في ذلك هو أن يكون هناك برنامج هجرة واضح وقوي تماما يسمح لهؤلاء لملء هذا الفراغ، لملء هذه الفجوة. في السياسة الخارجية أعتقد أن بايدن كما ذكرت تردد كثيرا في قضية الملف النووي الإيراني أو العودة إليه. نعم نعطيه، أنجز إنجاز كبير بقضية العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وقضية العودة إلى منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال وسط هذه الجائحة، وهذا يختلف كثيرا عن سلفه ترامب، ولكنه وعاد أيضا لدعم كما ذكر مسعود، عاد إلى دعم الأونروا وعاد إلى الحديث عن قضية حل الدولتين وإلى آخره، لكن في المقابل وعد بأن يعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. ومع ذلك نحن، أنا تحدثت مع كثير من المسؤولين خلف، يعني مش لي يعني طلبوا عدم ذكر أساميهم ولا آخره كما يفعلون، هذه عادة أمريكية في الخارجية في وزارة الخارجية، يقولون شيء ويطلبون عدم ذكر أساميهم. طبعا يبدو أنهم تراجعوا عن فتح القنصلية. ليش؟ لأن حسب ما يقولون نحن الآن لا نريد أن نزيد من الحرج لإسرائيل، يعني مقابل أن يكون هناك عودة للاتفاق النووي الإيراني قد نتخلى عن إعادة فتح القنصلية الأمريكية التي فتحت عام 1835، يعني لها 175 سنة. فإذا يعني قرارات من هذا النوع بسيطة جدا تراجع عنها أو في طور التراجع عنها نزل مستوى العلاقة. يعني هو يتحدث عن ضرورة العودة إلى التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن حقيقة هو حصرها بقضية في سياقها الأمني، في سياق التنسيق الأمني، وقائم على هذا الدعم، دعم الفلسطيني قائم على هذا الأساس أو دعم السلطة الفلسطينية. أبان الحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، نجد أن بايدن فعل تماما كما طلب منه بنجامين نتنياهو آنذاك الذي كان رئيسا للوزراء، قال له كم تحتاج من الوقت، وأجابه نتنياهو أنني أحتاج إلى كذا يوم، وبالفعل أعطاه هذا وفتح له مجال الدمار وإلى آخره، ومن ثم أرسل بلينكن إلى المنطقة للاجتماع. فإذن بالنسبة للسياسة مع باتجاه القضية الفلسطينية، نعم هناك بعض التطور البسيط
لكن ليس يعني ما يكون هناك اختراقا، بمعنى أن هذه الإدارة تستطيع تماما إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. يعني ناهيك عن ما تقوله عن قضية علاقة المنظمة بالإرهاب والآخر، خاصة وأن محكمة فيدرالية نقضت هذا القرار الأسبوع الماضي وقالت ليس للمنظمة التحرير علاقة بالإرهاب بهذه القضايا وإلى آخره. فإذا يعني في هناك الكثير من الخطوات التي كان بإمكانه أن يتخذها ولم يتخذها. كذلك في اليمن يعني رأيناه عندما جاء مسعود تحدث عن خطابه الأول عن السياسة الخارجية، وهو ذكر اليمن آنذاك وقال أنه يريد أن ينهي الحرب في اليمن، ولم نرى أي شيء، بالعكس تزداد الحرب شراسة في اليمن كما رأينا اليوم. كان هناك قصف قتل حوالي 90 واحد في السجن في اليمن. إذن فشل في قضية اليمن. بالنسبة لسوريا لا نعرف ما هي سياسة الإدارة في سوريا عدا عن القصف واستخدام السلاح ويعني سرقة النفط السوري وإلى آخره. لا نرى حقيقة أن يكون هناك سياسة واضحة تجاه سوريا. في أفغانستان طبعا الخروج كان كارثيا، كان كارثيا، وأي واحد بيقول لك أنه يعني ما كان بإمكانه أنه يعمل أفضل من هيك في صحيح مخطئ، لأنه كان بإمكان أن تخرج الولايات المتحدة بكرامة من أفغانستان، لكن قلب الأولويات وقضية أنه الحزب الديمقراطي الذي من ناحية يريد أن يتمسك بالمؤسسة التقليدية في الحزب ولا يريد أن يتخذوا المنهج التقدمي للقاعدة التقدمية فيه، يخلق حالة من الاضطراب داخل الحزب وينعكس ذلك على الرئيس وعلى قدرته في اتخاذ القرار. بالنسبة نسمع طبعا بالنسبة للصين، أنا في تقديري سياسة ترامب لا سياسة بايدن لا تختلف إطلاقا عن سياسة ترامب، يعني ربما في بعض الأمور لكن عمليا هي عكست تماما، يعني reflected، عكست ما كان يفعله ترامب تجاه الصين. وكذلك بالنسبة لروسيا هو صعد وأصبح ضحية الخطاب المؤجج، وكما كما قلت في بداية حديثنا أن يعني قضية معاداة روسيا في هذه العاصمة وكانها صناعة كاتج اندستري كما يسمونها باللغة الإنجليزية، كل مراكز الأبحاث والفكر وإلى آخره، the think tanks، بروكينجز، كارنيجي، USIP طبعا اللي هي للحكومة، ويلسون سنتر، كلهم يقرعون الطبول ضد روسيا باستمرار، وكأنه ليس روسيا حق في الدفاع عن نفسها. وهم أعتقد أن الخلفية لذلك أن عندما كان الاتحاد السوفيتي قائما كان الاتحاد السوفيتي أقوى قوة عسكرية في تاريخ البشرية، خاصة أن لديها هذا الكم الهائل من القوات الأرضية ومتواجدة في أوروبا وعندها طبعا كل حلفاء وارسو، وانهار ذلك وتوقعوا أن هذا انتهى. والآن عندما بدأت روسيا تقول أنني أرفض هذا الكلام وأرفض أن نتخلى عن سيادتي على أرضي أو على جيراني وإلى آخره، يجب أن لا تكون هذه الدول التي كانت يوما ما جزء من الاتحاد السوفيتي يجب أن لا تكون قاعدة محتملة للهجوم على روسيا وإلى آخره. ليس هناك سياسة إلا الحفاظ على الناتو الذي حقيقة فقد مبرر وجوده منذ فترة طويلة، فقد مبرر وجوده، السبب الوحيد الموجود فيه لأنه المجمع الصناعي العسكري يريد أن لحلف الناتو أن يكون هنا. سوريا لا تشكل، أمين روسيا لا تشكل خطرا على أي دولة أوروبية، هي تدافع عن أراضيها، تدافع عن مصالحها، تدافع عن مواطنيها. تذكر الولايات المتحدة غزت غرناطة أيام ريغان تحت غطاء تحت ذريعة أنه في طلاب في كلية الطب أمريكان موجودين في الجزيرة. تخيل لو كانت روسيا فجأة تقول أريد أن أضع قواعد وقوات في كيوبا أو في فنزويلا وإلى آخره. فإذا هذه تدل إما عن سياسة تدفع باتجاه ربما حرب باردة جديدة، خاصة وأن العلاقات الروسية الأمريكية هي الأسوأ
الأسوأ منذ أيام، حتى أيام الحرب الباردة لم تكن بهذا السوء. عدد الدبلوماسيين تراجع كثيرا، حتى يعني أصبح هيكليا في السفارة هنا، ليس هناك قنصليات. كذلك في روسيا نفس الشيء، خف الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في روسيا. فإذا الوضع سيء جدا. الولايات المتحدة تحاول، طبعا تحدث مسعود عن اتفاق أستراليا والأوكوس الجديد، هذا التحالفات الجديدة، لكن بكل تأكيد يعني وضع لا أريد أن أطيل، لكن الحقيقة أنه بايدن في وضع صعب، وإذا لم يصحح مسار العام الماضي داخليا وخارجيا سيكون وضعه أصبح أصعب. نحن الآن في عام انتخابي وسينعكس سلبا على الحزب الديمقراطي. شكرا. شكرا لك يا أستاذ سعيد على المضمون وعلى الالتزام بالوقت. أتمنى أيضا على الأستاذ محمد سعيد الوافي أنه لو أمكن التركيز على أيضا السياسة الخارجية، كونه تغطى بشكل واسع الآن الجانب الداخلي. كلام لك يا أستاذ محمد، تفضل. نعم يا أخي صبحي، وهو بص صحيح، يعني أنا لا أريد أن أضع نفسي مكانك. اثنين متحدثين أخذوا تقريبا 50 دقيقة، فمعنى أنه أخ صبحي في موضع لا يحسد عليه. أحيد التزم ب 12 دقيقة، الأستاذ مسعود 15 دقيقة، فأنت حساباتك الزمانية ما ضابطة. طيب خليني أذكركم في الإمام المسجد الذي كان يطيل في خطبة الجمعة فاحتج عليه المصلون، فالأسبوع اللي بعده إجا قال لهم عارفين قصة سيدنا يوسف؟ قالوا له نعم. قال لهم عارفين قصة سيدنا نوح؟ قالوا له نعم. قال له أقم الصلاة. خلاص يعني من غير ما نكرر نفس الكلام. أنا حتى لا أكرر قصة سيدنا يوسف وسيدنا نوح، ولن أكرر ما قاله زميلان قبلي، أنا سأقول أن مرحلة بايدن هي مرحلة استثناء أو مرحلة استثنائية. هي تكمل لمرحلة استثنائية من 3 مراحل عرفها التاريخ المعاصر الأمريكي. أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية والسيطرة مطلقة على القرار الدولي وعلى خريطة السياسة وعلى خريطة السلاح وخريطة الحربية والاقتصادية الدولية والمظلة الأمريكية في أوروبا، إلى حدود مجيء جورج بوش الابن، وقبله بقليل حرب العراق الأولى، ثم استمرت هذه إلى غاية مجيء جوزيف بايدن. وعودة الأولى تنتهي مع سقوط حائط برلين، والثانية تبدأ من مرحلة سقوط حائط برلين إلى غاية مجيء جورج بوش وما قبله بقليل. والآن أعتبر أن هذه المرحلة الثالثة تنتهي لتبدأ مرحلة جديدة، هي مرحلة إعادة صياغة النظام العالمي وفق ما يسمى بالمالتي بولاريزم أو التعددية القطبية العالمية. والمفاجئ في الأمر أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تصنع خارجيا، بل هي مرتبطة بارتباط وثيق بالانتخابات الأمريكية، بالوضع الداخلي، بالقرار داخل مجلس النواب وداخل مجلس الشيوخ، وبالقرار كذلك داخل الـNSA وجميع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وأجهزة ما يسمى بالأجهزة السيادية. لذلك فجوزيف بايدن لبس جاكيت أكبر منه بكثير، أنا أعتقد أنه يلبس جاكيت أوسع منه بكثير، مهما حاول أن يطيل في خطابه ما كله بيطول في خطابه. معمر القذافي كان يعطي خطاب في 6 ساعات، يعني هذه وين المشكل؟ أي واحد فينا ممكن يطلع يعمل خطبة لساعات طويلة، هذا لا يغير في الأمر شيء، هذا لا يرسم ملامح القيادة الكاريزماتية التي يفترض أن تتوفر في رئيس جاء لتأسيس مرحلة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مرحلة إيجاد موقع للولايات المتحدة متوازن عالميا سياسيا، يستطيع أن يمسك
القرار السياسي الأمريكي ويحافظ كذلك على الأصدقاء. بايدن كما قلت المهمة أكبر منه بكثير. الرجل لا يستطيع أن يحافظ على اللحمة الأمريكية الأوروبية ولحمة التحالف الغربي بنفس القوة التي كان يحافظ عليها ريغان مثلا، أو بنفس اللحمة التي حافظ عليها من تولى إدارة البيت الأبيض مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. المرحلة الآن تقتضي تسطير سياسة أمريكية داخلية قادرة على تفويت ثلاث عناصر: ما يسمى بالمساواة في توزيع الثروة داخل الولايات المتحدة، وتقليص الفوارق الطبقية في الولايات المتحدة، والتعامل مع قضية الضرائب بشكل متوازن جدا لخدمة الطبقات المسحوقة أو الطبقات الفقيرة، ثم كذلك الخدمات العامة ما يسمى بالpublic services التي تعاني نقص كبير في الولايات المتحدة، عدا عن chain supply أو ما يسمى بالإمدادات الغذائية والمواد الاستهلاكية التي هي في نقصان، وهذه الأمور أشار إليها الإخوة من قبلي. إذن أنا أقول أن مرحلة بايدن هي مرحلة استثنائية، لا ينتظر من هذه المرحلة أن تكون تقليدية مثل المراحل السابقة، هي نهاية مرحلة في تاريخ الولايات المتحدة المعاصرة وبداية مرحلة جديدة ستكون فيها الكلمة لأقطاب متعددة. أهم هذه الأقطاب هو قطب صيني اقتصادي، قطب صيني اقتصادي يفرض نفسه على أوروبا، يفرض نفسه على أفريقيا، يفرض نفسه على دول الخليج، ويفرض نفسه على السوق العالمية وأسواق المال والأعمال. قطب عسكري أيديولوجي روسي يستطيع واستطاع أن يحرج الولايات المتحدة في عدة مناطق، للذكر ليس للحصر، أتحدث هنا عن أوكرانيا، أتحدث عن سوريا، بقطع النظر إن كنت أتفق مع الطرف الأمريكي أو مع الطرف الروسي، أنا أتحدث بحيادية أن روسيا استطاعت أن تفرض واقعا سياسيا واستراتيجيا على الولايات المتحدة، وكان مجيء بايدن لخدمة المصلحة الأمريكية وخدمة السياسة الخارجية الأمريكية من وجهة نظر المواطن الأمريكي وصانع القرار الأمريكي، إلا أن هذا الأمر لا يبدو أنه في طريقه نحو التحقق. لماذا؟ لأن كما قلت الجبة أو الجاكيت أكبر بكثير والمهمة أصعب مما قد يتحمله رئيس دولة منقسمة على نفسها. الانقسام الإيديولوجي الداخلي الأمريكي يشكل الآن عقبة أمام أمريكا، حتى لا أقول أمام الرئيس، يشكل عقبة أمام أمريكا. أمريكا اليوم دولة مقسمة وتعيد بناء نفسها من الناحية الإيديولوجية، وهذه المهمة أي مهمة صنع اللحمة التي رفعها بايدن، لا أعتقد أنه كان يعي جيدا أن العامل السني أو العامل العمر لا يخدمه في شيء، ثم لم يكن يعرف بأن عدد من انقسموا عن السياسة العامة الأمريكية بما في ذلك حزب الشاي من جهة، بما في ذلك وول ستريت موفمنت ما يسمى بديمقراط حركة ديمقراطية كانت تناهض الوول ستريت، وكذلك الترامبية أو ما يسمى بجماعة دعم ترامب، والتي الآن تقدر بحوالي 50-60 مليون ناخب، إذا ما أضفنا لهم بعض المتضررين الذين صوتوا ضدا على ترامب وليس لصالح بايدن تصل إلى 74 مليون نسمة. الولايات المتحدة مقسمة، هذا الانقسام يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية، يضر بصورة أمريكا عالميا، ويضر كذلك بالقرار الوطني الأمريكي الذي بات من المفروض ومن الضروري ومن المحتم على إدارة بايدن ومن ستأتي من إدارات، أنا أتوقع أنها ستكون ثلاث إدارات مقبلة أمريكية في البيت الأبيض، ستضطر أنها تقبل على مضض وتقبل اضطرارا، ستقبل بأن الزمن زمن أحادية القرار الأمريكي على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى حلف الناتو، على مستوى الكرة الأرضية عموما، والقواعد العسكرية الأمريكية، وكل هذا سيكون أمامها خيار اقتسام
القرار، اقتسام القرار، أو ما يسمى بـ decision sharing، وداخل ما يسمى بالتعددية القطبية. الحديث كذلك عن الديمقراطية في الولايات المتحدة وانعكاسات هذه الديمقراطية على القرار السياسي الأمريكي خارجيا، يضعنا أمام مشكلة، مشكلة أن الولايات المتحدة والإدارات بشتى أصنافها، على الأقل الإدارة الجمهورية كانت واضحة في عنجهيتها، كانت واضحة في بجاحتها كما بيقول الأخوة المصري في البجاحة، كانت واضحة، ما كانش مخبية وشها، كانت ترقص ولا تخفي وجهها. هذه الإدارة ترقص لكنها تخفي وجهها، يعني ترقص خوفية. بعبارة أخرى، حين نتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية التي طبل لها في التاريخ المعاصر الأمريكي لفترات طويلة، وتمت معاقبة عدة دول لاختراقها أو لعدم احترامها حقوق الإنسان، نرى هذه الإدارة اليوم تمارس ما مارسته الإدارات السالفة على الأقل في مواجهة العديد من الأنظمة في الشرق الأوسط وفي دول الخليج وكذلك في العالم بأسره. هذه الأنظمة التي ربما أقول أنها تنكل وتعذب مواطنيها وتتجاوز حدود المعقول في التعامل مع وضعيات حقوق الإنسان، لكن الخيار الأمريكي، خيار إدارة بايدن، هو خيار سياسي مصلحي محض. إذن مرحلة وانتهت، السيطرة الأمريكية أعتقد أنها ذاهبة نحو الانتهاء، السيطرة الأمريكية المطلقة ذاهبة نحو الانتهاء، ومشاركة هذه السيطرة على القرار العالمي مع باقي الدول قد يدفعني إلى القول أن المراحل المقبلة والمنتظر منها هو التشاركية، ليس فقط على المستوى الأحادي الجانب أو ما يسمى باليونيلاترال، بل وكذلك على المستوى المالتيلاترال. وهنا ينقلنا الحديث إلى إدارة بايدن وما تبقى من مرحلة إدارة بايدن في الثلاث سنوات المقبلة، وما سيليها ستكون مرحلة الانتقال إلى الأمم المتحدة وعملية الريفاربيشن أو إعادة تدوير ميكانيزمات الأمم المتحدة. ومعها تأتي أخبار سارة، الذي يلعب لوحده لا حكم يفصل بينه وبين غيره، الذي يلعب مع غيره قد يحتاج إلى أكثر من حكم. وهنا أقول أن العديد من القضايا المعلقة هي معلقة بسبب مرحلة ما بعد سقوط حائط برلين إلى مرحلة جورج بوش الابن. إذن نحن مقبلون على مرحلة جديدة قد يحل معها. حل الدولتين هو ليس اختيار لإدارة بايدن، حل الدولتين هو اضطرار لمرحلة بايدن. مرحلة بايدن أو إدارة الرئيس بايدن ترى أنها مجبرة على البحث عن حل، هي لا تملك أن تأتي بحل غيره. هناك الأمن مقابل السلام، هناك حق فلسطيني مقابل السلام وعيش دولة إسرائيل بسلام مع جيرانها. لا يمكن أن يكون هذا السلام في نظر إدارة بايدن، أنا أقول داخليا على الأقل في المخيلة في اللاشعور السياسي عندهم، كيف يفكرون في الغرف المغلقة؟ يقولون أن بقاء إسرائيل آمنة وفي منطقة نستطيع أن نقول عنها أنها آمنة لا يمكن أن يتحقق بهذا الدعم الأمريكي اللامشروط لإسرائيل، يجب أن نجد صياغة جديدة لتقسيم الأدوار في منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حق بشكل أو بآخر لقيام دولتين. لذلك في الحديث عن الدولتين هو حديث فيه مصلحة للولايات المتحدة قبل أن تكون فيه مصلحة للطرف الفلسطيني أو للطرف العربي عموما. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أكاد أقول أن هذا التخبط والتردد هو مفهوم، التخبط في السياسة الخارجية الأمريكية اليوم والتردد الذي أشار له أخي سعيد هو مفهوم جدا يا سعيد، هو مفهوم. لماذا مفهوم؟ لأن المرحلة تقتضي أن لا تكون هناك وضوح في الرؤية، ليس هناك وضوح في الرؤية. معظم الأمريكيين لا يوافقون الرأي بأن المرحلة هي مرحلة اقتسام أو ما يسمى بالمالتي بولاريزم أو اقتسام التعددية القطبية.
الأمريكي العادي لم يقتنع بعد بأن بلده لم تعد تلك القوة التي تسيطر على القرار الدولي، لكن الأمريكي صانع السياسة يرى ذلك قادما، يرى it's coming, it's almost there، يعني يراه كما أقول في الأفق in the horizon. وبالتالي فقرارات بايدن هي قرارات متخبطة، لأنه مضروب داخليا بين تيار متطرف داخل الحزب الديمقراطي، هناك تيار متطرف، هناك تيار وسط، وهناك تيار يمين داخل الحزب الديمقراطي. جوزيف بايدن لم يستطع أن يؤلف حتى بين التيارات المشكلة للحزب الديمقراطي، فما ذاك أنه سيستطيع أن يؤلف بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. هو عجز حتى على إيجاد توليفة داخلية تخدم منهجه ورؤيته. لذلك أعتقد أن الرجل جاء كردة فعل، هذه كلمة أتوقف عندها كثيرا، مرحلة بايدن هي مرحلة ردة فعل، it's a reaction، أفرزتها انتخابات 2020. It was a reaction كما قال الدكتور معلوف لمرحلة ترامب، وبالتالي نحن لازلنا نعيش مرحلة الرياكشن. أما إصلاح ما يمكن إصلاحه، هذا أمر صعب جدا على بايدن وصعب جدا على الإدارتين المقبلتين، لا من الناحية الداخلية ولا من الناحية الخارجية. سنة واحدة غير كافية لرؤية ملامح إلى أين يذهب بايدن. يمكنني أن أطرح لكم بعض التوقعات، أن الأربع سنوات التي سيقضيها بايدن ستكون أربع سنوات أو ثلاث سنوات المقبلة لتعبيد الطريق أمام مجيء رئيس آخر ربما ديمقراطي، وقد أشك كثيرا أنه سيكون ديمقراطي، خصوصا إذا كانت كامالا هاريس هي المرشحة. أشك كثيرا أن الديمقراطيون سيحافظون على البيت الأبيض، أشك كثيرا أنهم سيحافظون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، أعتقد أنهم سيحافظون على الأغلبية في مجلس النواب سنة 2024. هذه السنة قد يخسرون الأغلبية في كلا المجلسين، لأن جوزيف بايدن جاء لترميم أو cleaning to clean the mess، جاء لتنظيف ما تركه دونالد ترامب، ودونالد ترامب كذلك جاء وفق ديناميكية تاريخية أفرزها الانقسام الإيديولوجي الأمريكي، وأفرزتها كذلك التشاحنات التي بدأت تولد مع بول وولفوفيت ورامسفيلد وجورج بوش الابن، المرحلة التي كانت تعرف صعود تيار يميني متطرف في فكره، وبالتالي انقض عليه هذا دونالد ترامب وصنع من أمريكا ما نراه اليوم. إذن الخلاصة في دقيقة واحدة، الخلاصة في دقيقة واحدة هو أننا لا يجب أن نحكم على مرحلة بايدن أو على سنة بايدن أنها كانت سنة بايدن فقط، هي كانت سنة تدخلات كثيرة وعلامات فارقة كثيرة، هي تمهيدية وهي مرحلة تنبئ بمرحلة تغير تاريخي في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر. وشكرا جزيلا. شكرا لك يا أخ محمد سعيد الوافي، نقاط مهمة سمعناها منك، حنترك طبعا المجال لاحقا نسمع بعض الآراء والتعليقات من الأخوة والأخوات المشاركين معنا. حنختم هذه المداخلات من الأستاذ عاطف عبد الجواد، وهو أيضا من الإعلاميين المصريين المقيمين في منطقة واشنطن. تفضل يا أخ عاطف، الكلمة لك. شكرا أخ صبحي، وأريد أود أن أعطيك الخيار للاكتفاء بالمتحدثين الذين استمعنا إليهم، إذا رأيت أنت أن الوقت قد انصرم. بارك الله، بهمني اسمع وجهة نظرك. لا بهمني اسمع، أنت يعني تتابع أيضا السياسة الأمريكية بشكل كبير خلال كل هذه السنوات الماضية، فبهمنا أيضا نسمع رأيك يعني، ولو طيب. إذا كان لدينا وظيفة شاغرة اليوم، هذه الوظيفة الشاغرة اسمها
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم لها 100 شخص من بينهم جو بايدن، ونظرنا إلى مؤهلات 100 شخص المتقدمين لهذه الوظيفة، سوف أختار أنا وسوف تختارون جميعاً جو بايدن بالنسبة إلى مؤهلاته القوية والطويلة في مجالات عديدة. ولكن من ناحية أخرى، عملياً الرجل أخفق في الترشح حتى على مستوى الانتخابات الأولية البرايمريز 3 مرات، فشل، لم يصل إلى المرشح عن الحزب الديمقراطي. ولذلك أنا اندهشت كثيرا عندما اختاره باراك أوباما لمنصب نائب الرئيس. ربما السبب في أن أوباما يريد أن يضمن أصوات الكاثوليك، ربما يريد أن يضمن أصوات الكلية الانتخابية في بعض الولايات دلاوير وبنسلفانيا وغيرهما. فالرجل لا يستطيع، أي جو بايدن لا يستطيع أن يكمل جملتين دون الوقوع في أخطاء. وهو يميل، يعني الدليل على ذلك على أخطائه ما قاله، ما وقع فيه قبل يوم أو يومين عندما تحدث عن minor incursions من الروس لحدود أوكرانيا. الرجل أيضا يميل إلى الحلول البسيطة والسريعة. أثناء الغزو الأمريكي للعراق وللتعامل مع الانقسامات الطائفية والدينية في العراق، جو بايدن بمنتهى البساطة والسهولة قال لهم ما فيش مشكلة، نقسم العراق، دعنا نقسم العراق هكذا. ثم نجد أيضا ميله هذا إلى الحلول السريعة والبسيطة عندما قرر الانسحاب بالطريقة التي شاهدناها من أفغانستان. هذا الانسحاب السريع من أفغانستان كان وما زال مؤشرا للعالم كله، ليس فقط على الضعف وإنما أيضا على ضرورة ألا نعول على أمريكا. سياسة أمريكا غير ثابتة، لا يمكننا التعويل عليها. هو أيضا في تركيزه على الدبلوماسية، يفضل الدبلوماسية ويفضل حقوق الإنسان، يذكرنا بجيمي كارتر. جيمي كارتر في السبعينيات تحدث عن حقوق الإنسان، فماذا حدث؟ سقط شاه إيران وجاءت ثورة الخميني. اليوم ليست لدينا ثورة الخميني، وإنما بدلا عن ذلك نشهد الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية. لماذا؟ لأن روسيا تعلم أن بايدن يميل إلى الدبلوماسية وأنه ضعيف وأنه لن يتحرك في مواجهة التهديدات. في داخليا جو بايدن يناضل ضد مرضين في السنة الأولى على الأقل، المرض الأول كوفيد-19 والمرض الثاني الانقسام حتى داخل حزبه بين أعضاء حزبه. هو لم يستطع أن حتى يقنع 2 من كبار أعضاء حزبه سيناتورز الانضمام إلى مشروعه، وهو لا يستشير على سبيل المثال رؤساء من الديمقراطيين، زملاء الديمقراطيين السابقين، إلى أن فشلت مشروعاته في التصويت الأخير، ففكر أخيراً في تفكيك مشروعه Build Back Better، فلنشيد من جديد بطريقة أفضل إلى أجزاء والتعامل جزئياً مع كل جزء على حدة. ولكن لم يخطر له هذا إلا بعد أن التقط الفكرة من رئيس ديمقراطي سابق هو بيل كلينتون، قال له فكك، جزأ المشروع وتعامل مع المشروع الكبير على أنه قطع صغيرة، هذا أفضل. إيجابيا مشروع البنية التحتية ممتاز على الأقل،
سيقوم بإصلاح 15,000 جسر أو كوبري في أنحاء الولايات المتحدة. في مجال السياسة الخارجية ما زال حتى اليوم يطور السياسة الأمريكية نحو سوريا. التأخير في تطوير سياسته نحو سوريا دليل نعم على أن سوريا ليست مصلحة حيوية. وقارن بين عزوفه عن التعامل مع أزمة سوريا وبين اهتمامه بالسودان. لماذا هناك له اثنان من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين يتعاملون مع الأزمة في السودان؟ السبب طبعا معروف، هو أن السودان يشكل جزءا من القرن الأفريقي وهو مهتم بالتعامل مع التحديات الصينية في القرن الأفريقي. إذن انطباع العالم بعدم التعويل على أمريكا بسبب سياسات وتصريحات جو بايدن جاء بنتيجة طيبة على دول الشرق الأوسط. وما حدث نتيجة لهذه السياسة أن الشرق الأوسط يقول الآن لا يمكننا صعب التعويل على جو بايدن، ولذلك هذا الاقتناع دفع منطقة الشرق الأوسط إلى موجة من المصالحات. تركيا ومصر السعودية وقطر السعودية وإيران وما إلى ذلك. إذن في النهاية نحن الآن بانتظار الاختبار فيما يتعلق بما سيحدث بين روسيا وأوكرانيا، وهل ستكون النتيجة لصالح أو ضد جو بايدن. وفي النهاية أختتم بالقول أنه سيذكر له التاريخ على الأقل أنه جو بايدن فتح الباب أمام المرأة الأمريكية لشغل منصب نائب الرئيس. وشكرا لك. شكرا لك يا أستاذ عاطف عبد الجواد. وهناك مجموعة من الأشخاص معنا، بودي طبعا نأخذ أيضا رأيهم نستفيد مما عندهم. معنا الدكتور غسان ربيز، معنا الدكتور عبد ناصر الخليل، الدكتور جمال برغوتي من تكساس، الدكتور أميرة عرفات، الأستاذة ألما خوري، الدكتور وجيه مندو، السفير الليبي السابق مفتاح الطيار، الأستاذ مفتاح الطيار، عدد كبير من الأشخاص حتى من بيروت بهمني أيضا نسمع معنا عدد من المشاركين. لكن أود أن أقول بشكل سريع أني قبل بداية هذه الندوة وضعت ورقة صغيرة هيك عليها مجموعة نقاط يعني عناوين نقاط لقول في نهاية المداخلات، حتى لا أبدأ بما هو يعني مرجو من الأخوة اللي تحدثوا إنه يتحدثوا عنه. وجدت فعلا أنه ما قاله الأخ محمد سعيد الوافي غطى كل هذه النقاط، انطبق عليهم ما هو قاله عن الشيخ الذي كان بالمسجد وعليه أن يقول الخطبة، فلن أكرر ما قاله، لكن بهمني كعناوين ناخذهم في الاعتبار فعلا، وهن عناوين مهمة جدا. يعني مسألة ضعف القيادة هذه مسألة جدا مهمة ناخذها في الاعتبار في هذه الفترة التي عليها بايدن. ليس هو بالشخص الذي يجمع حوله ليس فقط يعني الأمريكيين، ولكن ليس هو الشخص الذي يجمع حتى حوله حزبه. يعني حالة مختلفة عن حالة أوباما التي شهدناها في الفترة السابقة. ليس هو أيضا القادر على جمع كل الأقليات خلفه في الولايات المتحدة، وتيار الشباب الذين الآن هم مع بيرني ساندرز وليسوا مع بايدن كانوا كمرشح للرئاسة. هذه مسألة يتحدث عنها بشكل جيد الأخ محمد سعيد الوافي، وأشار له أيضا الأخ عاطف والآخرين، لكن هي ناخذها في الاعتبار فعلا، هي نقطة مهمة. نقطة مهمة الثانية ناخذها في الاعتبار الصراع الداخلي في داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا جرى الحديث عنها. هناك تيار بالحزب الديمقراطي يعرف باسم التيار التقليدي، نما على حسابه في السنوات الماضية تيار تقدمي على رأسه بيرني ساندرز، ما زال يفعل فعله داخل الحزب الديمقراطي هذا التيار التقدمي، وهذا الصراع غير قادر بايدن على حسمه. النقطة الثالثة هي مطرقة ترامب على الحزب الجمهوري التي قائمة على رأس أي شخص من الحزب الجمهوري يريد أن يكون بحالة الاعتدال والابتعاد عن نهج ترامب. نجد ذلك أشخاص محدودين جدا تمكنوا من ذلك، ولكن حتى تأثيرهم تأثير محدود وسط الحزب. النقطة الرابعة اللي كنت كتبها هون عن الانقسام الأمريكي الداخلي، وأيضا جرى الحديث عنه.
هذا أمر ناخذه في عين الاعتبار، لا بايدن ولا غير بايدن، يعني حتى لو موجود مين مكان من الأشخاص المرشحين بما فيهم بيرني ساندرز أو لو أوباما ترشح، غير قادر على الآن إيجاد اللحمة وسط المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي الآن بحالة انقسام خطير، عرقي على أساس أسود وأبيض، ثقافي على أساس ما له علاقة في المهاجرين من أمريكا اللاتينية، وديني له علاقة أيضا في مسائل منذ 11 سبتمبر 2001، لها علاقة في النظرة السلبية للإسلام والمسلمين، نظرة حتى سلبية لليهود من وسط الجماعات هذه العنصرية، وأيضا نظرة سلبية لمن يختلفون مع من يسموا بالوسب الذين جاءوا من أصول بروتستانتية أنجلو ساكسونية في فترة تأسيس الولايات المتحدة. هذه العناصر يعني أضعف بكثير بايدن من أنه هو يقدر يتعامل معها. في مجال السياسة الخارجية كنت واضع كنقطة أيضا أشار الأخ سعيد، لها علاقة في دور اللوبي الصناعي ودور وزارة الدفاع تحديدا التي ترتبط أيضا في المجمع الصناعي الأمريكي. أكبر ميزانية لوزارة الدفاع هي الآن في ظل إدارة بايدن. هذا أمر يعني أنه عفوا أنه هناك حاجة لإيجاد خصم ليبرر هذه الأمور، ولذلك وجدنا من أيام باراك أوباما حينما كان بايدن نائبا للرئيس هذه سيئات التدخين الآن منذ عام 2010 وضعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الخصمين روسيا والصين، وتصرفت على أساس ذلك في السنوات الماضية. لكن مع هذا اللوبي الصناعي العسكري الخطير، هناك اللوبي الإسرائيلي الذي يضم ديمقراطيين وجمهوريين، له تأثير كبير على كل الأجندة التي تحدث عنها ترامب بايدن في حملته الانتخابية أو الآن. هذا يشمل سوريا، يشمل لبنان، يشمل إيران، يشمل فلسطين، يشمل اليمن التي هي على أبواب البحر الأحمر وعلى أبواب قناة مدخل قناة السويس وعلى أبواب مشاريع مشروع نيوم وغيره الذي يريد أن يربط السعودية مع الأردن مع مصر مع إسرائيل مع الفلسطينيين. هناك مشاريع خطيرة موضوعة ترتبط فيها الحرب في اليمن، وليس فقط موضوع إيراني سعودي، وأيضا الأمر نفسه ينطبق على سوريا. لا أعرف إذا قرأت ما نشرته جريدة الشرق الأوسط منذ أيام قليلة مقابلة مع جيفري فالتمان، قال أنه عام 2019 أنه كان هو مع مايك بومبيو حينما ذهب إلى دمشق عفوا إلى موسكو وعرضوا على بوتين مشروع حل لسوريا. أهم ما كان في هذا الكلام الذي نشر في الشرق الأوسط منذ أيام قليلة هو له علاقة في إسرائيل بالكامل، يعني أمور عديدة أنا أراها، والحديث طبعا عن تحجيم النفوذ الإيراني بهذا المعنى، وأمور يعني تدخل في نطاق ما هو رفضه بوتين آنذاك ب 2019 حسب كلام جيفري فيلتمان. إذن هناك يعني تأثير كبير في السياسة الخارجية التي لها علاقة في أوروبا والناتو وروسيا والصين، مبني على ما هو شرله الأخ سعيد عن المجمع الصناعي، وأضيف عليه يعني خطورة دور البنتاغون في السياسة الأمريكية، وأيضا دور اللوبي الإسرائيلي ومن هم يصنعون القرار، التي أيضا بايدن ليس غريبا عنه، يعني هو من إضافة إلى الإشارة التي أشار الأخ عاطف طبعا مهمة عن رأي بايدن بتقسيم العراق، هو أيضا من الأشخاص المعروفين كانوا في كل السنوات الماضية بعلاقته الجيدة مع اللوبي الإسرائيلي. على هذا الواقع يتم تقييم الآن إدارة بايدن بعد سنة، وأنا أتفق تماما مع الأخ محمد سعيد الوافي في رؤيته لانتخابات 22 وانتخابات 24. الحزب بحاجة فعلا الديمقراطي إلى قيادة كاريزمية جديدة لا تتوفر الآن في بايدن. لا نعرف كيف حتنتهي الأمور بعام 2024، لكن أمريكا الآن هي فعلا في مرحلة تحول، يعني وليست هي أمريكا التي كنا نعرفها في السابق. كيف يعني على مفترق طرق كيف ستنتهي؟ هل ستنتهي بزيادة عناصر الانقسام؟ هل ستنتهي بمجيء قيادة ديمقراطية مختلفة عن بايدن تجذب من جديد من جذبهم باراك أوباما 2008 و2012؟ لا نعلم، لكن هذا واقع حال الآن موجود. وأتمنى الآن على الدكتور غسان ربيس والدكتور عبد الناصر الخليل والدكتور جمال مرغوتي نسمع منهم آراء سريعة إذا أمكن، وأتمنى أنه الوقت يسمح بسماع أيضا آراء الآخرين. دكتور غسان لو تفتح الميكروفون عندك إذا ممكن. دكتور غسان إذا تفتح الميكروفون عندك إذا أمكن. أوكي. نعم.
شكرا شكرا أخ صبحي. الحقيقة أنا استفدت كثير من العرض المتكامل بين العرض الأول والثاني، كانوا تركيز على شخصية الرئيس الرئاسي، والعرض الثالث والرابع كان التركيز على المجتمع، سوسيولوجية الرئاسي وعالمية الديناميكية العالمية، فكان في تكامل جيد بين الخطباء، مشكورين. يعني باختصار، من الصعب توصل إلى قيادة جيدة في نظام معظم بلاد العالم وخاصة في أمريكا. يعني في مشكلة ثلاث مشكلات مهمة في النظام اللي بيصعب على إنه ينتج على قيادة حكيمة. أولاً النظام الاقتراع، كثير دور المال فاينانس بالاقتراع بالإلكشنز، هيدا مشكلة كانسر بقضية الاقتراع. ثانياً مشكلة النظام الرأسمالي جيد لكن ما في عنده شرس يعني فيرس. طالما النظام الأمريكي والضرائب وطريقة توزيع الثروة غير منظمة مشكلة أساسية في السياسة الأمريكية. والمشكلة الثالثة هي الانقسام الأيديولوجي بين على مفترق طرق أمريكا اليوم. الخوف من الغريب، fear of the aliens، هاي مشكلة أساسية مش بس بأمريكا، في ألمانيا وفي أوروبا وفي كل بلدان. يعني نحن في مرحلة جديدة في السياسة العالمية، مش أمريكا مقسومة على نفسها إنه how do we deal with immigration، لازم مشكلة أساسية. يعني هاي المجتمع الأمريكي في عنده مشكلة أساسية في هالقضية، وبعد ما عم بيقدر يحلها. ممكن بعد 10 سنوات أو 20 سنة بزيد العامل الأسيوي والشرق الأوسطي والألوان diversity تزداد، بيجي نظام أنسب بالمستقبل. فأشكر ما سمعت، وأشكر على for this chance to speak to you. يلا الله معكم. شكرا لك يا دكتور غسان ربيس. نسمع من دكتور عبد الناصر الخليل، إذا بتفتح الميكروفون عندك، بعدين دكتور جمال بارغوثي، تفضل دكتور عبد الناصر. مساء الخير جميعا، وشكرا للأخوة المتحدث. الحقيقة ما عندي شيء قيم إن نضيف والتغذية كانت شكرا لكم. شكرا لك، والصوت عم بيقطع، فيبدو أنك عم بتسوق يمكن. أو دكتور جمال برغوثي من تكساس، عندك تعليق او اضافه على اللي سمعته؟ تعليق بياض قليل. الحقيقه الندوه مهمه واختيار ناجح للفكره، لانه احنا كمواطنين امريكان ومن الواجب انه نهتم بما يجري في البلد، وان نكون على وعي بالمخاطر التي تحيط بها وبالأخطاء اللي يرتكبها السياسيون بحق الشعب الأمريكي والقيمة الأمريكية التي نفتخر بها ويفتخرون بها، وأن نشارك بالحركة السياسية باعتمادنا القواعد والثوابت والقيم الأمريكية الديمقراطية ومساواة والدستور والعدل. أصبح عند الإحساس عند الجمهوريين مما أقرأ وأطالع إحساس كإحساس الذئب الضعيف من بين القطيع. في مجمل الإنجازات ليس هناك ما يحفز أتباع الديمقراطيين ويشحن طاقاتهم مثل ما بيشحنوا في طاقات الجمهوريين، وما فيش محاولات جادة لإعادة التنظيم والوقوف بجدارة أمام التركيزات والتهديدات للجمهوريين. إرث بايدن هزيل، يمكن مكتبته في نهاية المطاف لن تزيد عن 3 رفوف. البنية التحتية وين راحت؟ الخدمات العامة، البطالة، الكورونا، التضخم المالي، التحديات الروسية والصينية، وأضف إلى ذلك ما يجري من تناقض بين ما يجري في اليمن
وما يعتمد الأمريكان على مقولة القيم الإنسانية والحقوق الناس وهل المجرة. أما ما يتعلق بالقضية القومية الوطنية فلسطين، فحكومة بايدن تضم أكبر عدد من الصهاينة، لا يفوقها إلا عدد الصهاينة في حكومة بنت. والحقيقة ما قال الأخ سعيد، يعني إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. والكلام عن حل الدولتين مثل الكلام عن المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام، يعني كل الكلام من يوم 67 لليوم، وهذا نسمع من 242، يعني فما زادهم إلا نفورة. فالخوف، وأنا مش متفائل جدا بالمستقبل في فترة الحكم، لأنه على فرض إنه المرضين اللي حكى عنهم الأخ عاطف، المرض الثالث إنه بايدن يعني ما هوش إنه the best of health، ما هوش is no longer spring chicken، يعني نتصور إنه توفى بكرة وأخذت كمالا هاريس الموقع الرئاسي. يعني هذه المتصهين المتجذبة صهيونيتها تأخذ زمام البلد، فالحقيقة يعني إشي مرعب. تحياتي. شكرا لك يا دكتور جمال بربوتي من تكساس. نسمع لين دكتور وجيه مندو من واشنطن، ومن دكتورة أميرة عرفات أيضا من واشنطن. تفضل دكتور وجيه وبعدين دكتور أميرة. شكرا أخ صبحي، وشكرا للأساتذة المتحدثين. الحقيقة أنه رح يكون موقفي ضعيف الآن، لأنه بعد الأساتذة الفطاح اللي حكوا أنا ما رح أقدر أقدم شيء جديد، لذلك رح أقول كلمتين. الحقيقة أنه انتخاب بايدن لم يكن حبا فيه ولا ثقة بسياساته، فهو ليس له تاريخ مميز يذكر في السياسة الأمريكية، وإنما كان للخلاص من ترامب وحقبته وما فعله أثناء رئاسته. كل الوعود التي أطلقها بايدن أثناء حملته الانتخابية لم ينفذ منها الشيء الكثير. فهو وعد أن يكون معتدلا في سياسته الداخلية، وهذا لم يحصل، لأنه بدأ باستمالة المعسكر اليساري والغير مرغوب فيه في أمريكا، مما عمق الانقسام الحاصل، وبدأ الديمقراطيون يفقدون مقاعدهم في الكونغرس، وفشل أيضا بالحد من وباء كوفيد، وارتفعت الوفيات سنة 2021 أكثر مما كانت عليه في سنة 2020 أيام ترامب. أضف لهذا التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار والبطالة وغير ذلك. وعلى الصعيد العالمي فلم يفلح بايدن بتحسين صورة أمريكا عالمياً لحد كبير، وأدار ظهره كالعادة للصراع العربي الإسرائيلي، ولم يقم بأي إجراء لتغيير القوانين الغير شرعية التي قام بها ترامب، من الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة والاعتراف بالجولان وغير ذلك من الأمور التي ربما تفائلنا أن يغيرها ولم يفعل. ولكل ما سبق تراجعت شعبية بايدن لأدنى مستوى بين الشعب الأمريكي في الوقت الحالي. لكن في الاتجاه المعاكس إذا نظرنا إلى الوضع الذي استلم فيه بايدن البلاد، فقد استلم الرئاسة وأمريكا في تضخم اقتصادي، وكانت شعبية أمريكا عالميا في أدنى مستوياتها نتيجة سياسة ترامب السابقة. وهناك من لام بايدن على الانسحاب العشوائي من أفغانستان، ولكن في الحقيقة أن هذا كان تنفيذا لقرار واتفاق أجراه ترامب سابقا منذ سنوات. كذلك ورث بايدن من ترامب قضية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي بسببه وصلت إيران لعتبة الدول النووية، ولم يعد بايدن يدري كيف يعالج هذا الموضوع. كذلك واجه بايدن عقبات أمام مشاريعه الداخلية لإعمار وأصلاح البنية التحتية في البلد نتيجة تصويت الجمهوريين ضده، ولم يستطع بايدن رأب الصدع في المجتمع الأمريكي، لأن هذا الصدع كان عميقا وكبيرا نتيجة ما
تسبب به ترامب. وعلى الصعيد العالمي فهم بايدن الأول هو الصين، وهو يسير على حبل دقيق في علاقته مع روسيا. فمن جهة يقوم بايدن بالتغاضي، بس عفوا اختصار النقاط يا دكتور وجيه بس مراعاة للوقت لو سمحت. يلا، فمن جهة يقوم بايدن بالتغاضي عن كثير من طموحات روسيا الدولية، مما أدى إلى توسع روسيا في هذه الدول مثل ليبيا وسوريا وغيرها. وأخيرا وعلى الصعيد العربي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فلا يوجد رئيس أمريكي لم ولن يدعم إسرائيل، والدولة العميقة في أمريكا لن تسمح بغير ذلك، سواء كان الرئيس جمهوريا أو ديمقراطيا، وخاصة إذا كانت الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية في وفاق تام مع إسرائيل. فهل نطلب من أمريكا أن تكون عربية أكثر من العرب أنفسهم؟ وشكرا. شكرا لك دكتور وجيه. ونقطة الأخيرة ختام يعبر عن كثير من القضايا. نسمع في الختام من واشنطن دكتورة أميرة عرفات، ومن بيروت الأستاذة بسمة كحيل، وحأختم هذه الندوة بتعليق ختامي من الأستاذ مسعود المعلوف، مع الاعتذار من الأخوة العالميين لسبب أنه بمقدمته وضع جامع مشترك بينهم بقضية الأسماء، فهو يعبر عن الجميع يعني الذين تحدثوا، فحنترك له التعليق الأخير بعد ما نسمع من دكتور أميرة والأستاذة بسمة. تفضلي دكتور أميرة. مرحبا، أهلا وسهلا بالسادة الكرام، كانت ندوة جيدة جدا. كل ما قيل كنت أريد أقول أشياء ولكن قيلت أوريدي. على أي حال، بالنسبة للقضية الفلسطينية، فعندما تقول إدارة بايدن إنها تحاول أن تعمل تشتغل لمشروع الدولتين، فهذا القول ليس له أي قيمة، إنه فقط كما يقولون ذر الرماد في العيون، لأنه منذ سنين طويلة سواء كان الحاكم جيد جمهوري أو جيد ديمقراطي، فإن سياسة أمريكا الخارجية بالنسبة للوطن العربي وفلسطين هي في قبضة إسرائيل، سواء شئنا أو أبينا، ولا يمكن تغييرها، هذا رأيي الشخصي. أما بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، أعتقد بأنها روسيا ستسيطر على أوكرانيا، ليس عاجلا وإنما آجلا، ليس سوف لا تدق طبول الحرب يعني علنا ولا أشهر، ولكن بطريقة مبطنة، بطريقة سنيكي كما يقولون، فسوف بالأخير هي راح تسيطر على أوكرانيا، لأنه أمريكا، ولو أنه بايدن قال سنلقن روسيا درسا صعبا ويعني يهدد، ولكن أمريكا غير قادرة على الدخول في الحرب في هذا الوقت العصيب. وشكرا. شكرا لك يا دكتورة أميرة من واشنطن. نختم مع الأخت بسمة كحيل من لبنان. تفضل يا أستاذة بسمة. مساء الخير. مساء الخير. أنا ما يعنيني بالنسبة لإدارة بايدن كوني عربية ولبنانية، طبعا الموقف من المنطقة العربية، ما أجده أن بايدن ما زال يمارس حالة الحصار على كل الدول العربية التي اعتمدت خيار المقاومة ضد إسرائيل. وهيدا الأمر هيدا عم بخلينا نحن كدولة اختارت خيار المقاومة عم ندفع الثمن غالي في لبنان بالحصار الاقتصادي اللي عم بيمارسوا علينا، وأكيد في عوامل داخلية يمكن لعبت دور بالوضع والمعاناة اللي عم نعانيها، بس ما في شك كمان الحصار اللي عم بتمارسه أمريكا بقضية مهمة مثلا الكهرباء، الحصار الاقتصادي هذا يسجل نقطة سوداء في إدارة بايدن. شكرا لك يا أستاذة بسمة من بيروت. نختم هذه الندوة والأمسي الجميلة جداً مع كل من شارك فيها
مع الأستاذ مسعود المعلوف. تفضل يا أستاذ مسعود، كلمة لك. كلمة سريعة جدا سأختم فيها هذه الندوة الجيدة جدا عن الوضع الأمريكي في الداخل وفي الخارج، ولكنني أود أن أختم بكلمة عنك أنت أخ صبحي، أذكر جيدا في العام 1994 عندما كنت في السفارة هنا في واشنطن، عندما أنت أسست مركز الحوار العربي، وما زال هذا المركز قائما ونشطا بفضل إدارتك وقيادتك ومثابرتك. وقبل ذلك كانت مجلة الحوار أعتقد اسمها، أذكرها جيدا، كانت مجلة بيضاء مبوبة تبويبا ممتازا، وكنا ننتظرها كل شهر لكي نقرأ المقالات والتحليلات الجيدة فيها. فأود أن أختم بتهنئتك على مثابرتك وإدارتك، وتهنئتي لمركز الحوار على الاستمرار في الدفاع عن القضايا العربية ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في العالم بأسره عبر هذه الندوات الافتراضية. وشكرا للجميع، لجميع من شارك في هذه الندوة ناجحة، وإلى المزيد من النجاحات خي صبحي. بارك الله فيك يا أستاذ مسعود، جزيل الشكر لك كصديق، كأخ، كدبلوماسي، كإنسان كان له أيضا طيلة هذه السنوات الماضية دور مهم في تجربة الحوار، ورحم الله دكتور بلوبيس مقصود الذي كان أيضا لك يعني كصديق وكأخ، وكنت أسعد جدا بحضورك للندوات، وأمل إن شاء الله أن تكون معنا دائما أنت وجميع الأخوة الذين تحدثوا في هذه الندوة وشاركوا في حضورها. هذه مواضيع تختلف طبعا من ندوة إلى أخرى، لكن الهدف واحد هو في النتيجة هذا التفاعل الخلاق المبدع الممتاز الذي نرى يحدث في هذه الندوات، هذا الحرص على جدية الآراء والمناقشات، هذه أيضا تعبير عما يجمعنا كهوية عربية مهما ابتعدنا جغرافيا عن أوطاننا، لكن تبقى أساس لنا في حياتنا في أي مكان نوجد فيه. جزيل الشكر لكم جميعا، أستاذ محمد سعيد الوافي، أستاذ سعيد عريقات، الأستاذ عطاء عبد الجواد، وأستاذ مسعود المعلوف، ولكل من شارك في هذه الندوة. إلى اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة القادم في التوقيت نفسه. تصبحون على خير من أنتم في المنطقة العربية.